فالحقيقه احنا يعني نهضنا في العمل اكثر في تتبع مثل هذه الحالات، بحيث ان مجرد وقوعها والابلاغ عنها على طول يتم الانتقال الى موقع الحادثه على طول. سرعه الانتقال الى البلاغ يساعد كثيرا على ضبط او معرفه معلومات كافيه عن الواقع. طبعا الوافدين هم اكثر فئات تتعرض لهذه الواقعه، وللسبب لان الوافد بطبيعه حاله متغرب عن دولته. اذا بنعرف وبكل بساطه تعريف انتحال الشخصيه، هو ايهام الشخص منتحل الشخصيه لمن امامه انه هو صاحب الشخصيه الاصل. نحن رجال العمل، في عيوننا يبغى الوطن. أعزائي المشاهدين، أمسي عليكم بالخير وأرحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأسبوعي العين الساهرة. وحلقتنا لهذا الأسبوع راح نسلط الضوء على قضية معينة، وهي قضية انتحال صفة رجال الأمن. راح نتناول هذه القضية ونتعرف على جهود أبنائكم رجال الأمن، وخاصة في الإدارة العامة للباحث الجنائية، نتعرف على هذا شلون يتعاملون مع هذه القضية. تابعونا. الحقيقة اليوم نمسي عليكم بالخير، نحب نوضح لكم بعض القضايا اللي تشغل الشارع الكويتي عند وقوعها الحقيقة، وينتشر فيها اللقط وشنو الإجراءات اللي احنا نقوم فيها. هذه القضايا طبعا هي قضايا انتحال صفة رجال المباحث. هذه القضايا احنا الحقيقة نعتقد ان هذه تعدي على رجال الشرطة، خصوصا أن الشخص مدني لا ينتمي لوزارة الداخلية بأي صلة، يقوم بانتحال صفة رجال الأمن، يستخدم جرأته، يستخدم باج عليه شعار وزارة الداخلية، ويقوم يستوقف الوافدين خلال عودتهم من وظائفهم من شركاتهم وأعمالهم، ويعرف بنفسه انه هو من وزارة الداخلية، بس مجرد انه يعطيهم الباج هذا عليه وزارة الداخلية، شعار وزارة الداخلية، لا اسم ولا مسمى وظيفة ولا رتبة ولا شيء. وردت لنا العديد من البلاغات بوقائع السلب انتحال صفة رجال الأمن، واغلب تلك الوقائع تكون في وقت الفترة الصباحية، حيث يعتقدون المتهمين بأنه لا يوجد دوريات أو مسح أمني في الوقت هذا نفسه. فبفضل الله تم عمل تكثيف التحريات
وتكثيف الدوريات حول المنطقة الفروانية، وتم ضبط العديد من التشكيلات العصابية المنتحلة لصفة رجال الأمن. طبعا هذه الجريمة منتشرة على مستوى مناطق الكويت، لكن بالأخص أماكن تواجد الوافدين. يعني من تسول لنفسه ارتكاب مثل هذه الوقائع دائما يستقصد المناطق اللي تكثر فيها الكثافة السكانية للوافدين. ومن أمثلتها عندنا بمحافظة الفروانية عندنا ثلاث مناطق رئيسية للوافدين، وهي منطقة خيطان ومنطقة جليل الشيوخ ومنطقة الفروانية. الحقيقة احنا في محافظة الفروانية نظرا لكثرة كثافة السكان الوافدين والمقيمين فنتعرض حق القضايا هذه بشكل مستمر، لكن احنا عملنا اجراءات مكثفة للتصدي لها ولضبط الجنات اللي يقومون في مثل هذه الحالات، لان اللي يقوم بالحالة هذه يكون احيانا ممكن شخص واحد، ممكن يكون شخصين يرتكبون هذه الوقائع، وممكن ثلاث. فاحنا على طول احنا يعني قمنا في سياسة عمل جديدة في قطاع الأمن الجنائي متمثلة في الإدارة عن بحث جنائية، إدارة مباحث الفروانية. احنا احد الأجهزة اللي نقوم في تتبع وملاحقة اللي يرتكبون مثل هذه الوقائع. فالحقيقة احنا يعني نهضنا في العمل أكثر في تتبع مثل هذه الحالات، بحيث أن مجرد وقوعها والإبلاغ عنها على طول يتم الانتقال إلى موقع الحادثة على طول، وسماع أقوال الشهود وشوف الكاميرات الموجودة، نشوف شنو الملابسات اللي وقعت، وحالة وراء حالة ترتكب لما احنا يعني نقوم نحط ايدنا على الأشخاص المطلوبين ويتم ضبطهم. سرعة الانتقال إلى البلاغ يساعد كثيرا على ضبط أو معرفة معلومات كافية عن الواقع، بحيث نستطيع أن نأخذ أقوال الشهود أو أخذ رقم السيارة المركبة، قصدي أخذ رقم المركبة و إن كان هناك بعض الكاميرات في المحلات لكي نأخذ أوصاف دقيقة عن مرتكبين تلك الوقائع. طبعا الوافدين هم أكثر فئات تتعرض لهذه الواقعة، ولسبب لأن الوافد بطبيعة حاله متغرب عن دولته ويقوم بكسب رزقه، فما يبي يتعرض لهذه المشاكل أو الاصطدام مع رجال الأمن. فعند قيام أحد الأشخاص بالادعاء بأنه منتسب لرجال المباحث أو لرجال الأمن، ممكن يستخدم أدوات معينة يوهم فيها الوافد، فيقوم بتسليمه جميع إثباتاته حتى يصل الأمر لمن تسول نفسه له نفسه ارتكاب مثل هذه الواقعة لارتكاب جريمته. بالنسبة حق الحالات انتحال صفة رجال المباحث، يكون طبعا في اللباس المدني تريننج ولا اللبس الوطني، فيستخدم الباج هذا. الباج هذا الحقيقة هذا نزل فيه قرار وزاري هذا يمنع استخدامه ويمنع تداوله. احنا ما نستخدمه، احنا نطلع بالنسبة لنا كرجال الشرطة المباحث الجنائية نستخدم الباج مالنا اللي الوزارة تصرفه لنا، هذا باج تجاري، هذا احنا ما نستخدمه. ونزل فيه قرار المنتحلين الصفة والمزيفين يقومون باستخدامه أمام المواطنين ولا الوافدين ويمتثل لهم على شعار وزارة الداخلية وعلم الكويت، فهو يعتقد أن هذه الهوية الصحيحة للوزارة. فإحنا نطلب الحقيقة يعني من خلال الشاشة الآن أن يعني اللي يسمعونا من رؤساء عمل شركات كفلاء انهم يعني يسلطون الضوء على الموضوع هذا حق العاملين لديهم. من الادوات التي يستخدمها منتحين صفه رجال الامن الباج هذا فيه شعار وزاره الداخليه، والبطاقه الاخرى ايضا يوهم الوافد بانه من رجال الامن، وباج اخر ايضا عليه شعار وزاره الداخليه، وفليشر غير رسمي يستخدمه
المنتحلين أثناء ارتكاب الوقائع. أما الهوية الرسمية لرجل الأمن هي المعتمدة من وزارة الداخلية، يوجد بها شعار وزارة الداخلية والمسمى الوظيفي والإدارة التابعة لها، فهذا هي الهوية الأصلية لرجل الأمن التي تمثل رجال المباحث الجنائية ورجال الأمن بشكل عام. طبعا احنا نقوم بحملات ميدانية كثيفة وخصوصا في محافظة الفروانية من خلال جولات ميدانية وانتشار أمني واسع على نطاق جميع مناطق محافظة الفروانية، وعند استيقاف أي شخص أو أي وافد ويقوم بتسليمنا إثباته من غير أن نعرف له بنفسنا أو أن نظهر له إثبات أو ما يدل على أن نحن ننتمي إلى رجال الأمن، يقوم بتوعيته بعدم تسليمنا أي إثبات أو أي ممتلكات إلا بعد التعريف بنفسنا بشكل رسمي من خلال إظهار الهوية العسكرية. فحقيقة إحنا وايد قضايا بدأت معانا من سنتين ونص تقريبا، شعرنا إن في مشكلة عندنا لازم نتصدى لها بالذات في القضايا هذه، فضبطنا الكثير من العصابات، كثير من التشكيلات العصابية اللي تقوم بهذه الإجراءات هذه، الانتحال الصفة، لأن انتحال الصفة هذه ترتب عليه سرقة، ترتب عليه سلب، مو بس انتحال الصفة، هو طلع هوية باج على وزارة الداخلية، لكن بعدين شنو الإجراءات اللي تمت وراها؟ فهو يقوم يسرق نقوده ويسلب الأجهزة اللي عنده، فالحين دشينا الحين بقضية قضيتين ثلاث، لذلك فكان يعني لزاما علينا في قطاع الأمن الجنائي دار العام بحث جنائية أن يكون لنا وقفة في لمثل هذه الوقائع والتصدي لها. والحقيقة احنا قمنا بإجراءات وقائية مثل الدوريات الليلية نقوم فيها بالليل، الدوريات النهارية، أي نشوف الحالات اللي تقع فيها القضايا هذه نركز عليها من خلال دورياتنا المدنية للمباحث الجنائية، والحمد لله أسفر ذلك عن ضبط العديد من العصابات، العديد من الأشخاص الخارجين عن القانون، ويتم حالتهم إلى جهة الاختصاص. عندنا بعض المعوقات اللي هي عدم معرفة الوافد بالهوية الصحيحة الرسمية المعتمدة من وزارة الداخلية، وعدم أخذ أوصاف الشخص بالدقة، وعدم سرعة البلاغ، وعدم أيضا أخذ رقم لوحة المركبة وأوصاف المركبة الصحيح. طبعا هذه الجريمة وانتحال صفة رجال الأمن أو رجال المباحث تعدت مسألة ارتكابها في الطرق العامة، أصبح المنتحلين صفة المباحث يتوجهون إلى مساكن المجني عليهم خصوصا الوافدين. وصلنا بلاغ يوم من الأيام بوجود أشخاص مقيدين داخل مسكنهم، فعندما توجهنا لمكان الواقعة تبين لنا بأن عدة أشخاص قاموا بدخول المسكن بحجة تفتيش المسكن وأنهم ينتمون لرجال وزارة الداخلية، وقاموا بتفتيش المسكن وقاموا بسرقة ممتلكات المسكن. وبعد عمليات واسعة من البحث والتحري الحمد لله لك يا رب تمكننا من ضبط المتهمين وتحويلهم للعدالة. طبعا الظاهرة هذه يعني أنا قلت لك قبل قليل أن انتشر بعد ما تولينا الأمر في العمل في محافظة الفرانية، لقينا أن الوقاع هذه منتشرة بشكل يعني مخيف كان، لكن الحمد لله بدينا نحط خطط عمل وانتشار أمني للتصدي لها وضبط الجنات. فقمنا في إنشاء دوريات ليلية بشكل مستمر يومي، إذا تطلب الأمر يعني نخليها مستمرة للنهارية أيضا. ومن خلال الانتقال السريع إذا وقعت واقعة مثل هذه ينتقل الضابط مع القوة على طول إلى المكان اللي حصلت فيه الواقعة، ويمكن يلحق على شاهد شاهدين يستفيد منهم قبل يعني يمشون. فكل هذه الأمور هذه ساعدتنا الحقيقة إلى ضبط العديد من التشكيلات العصابية اللي تقوم في هذه الأعمال، وتم حالتهم إلى الجهات الاختصاص سواء النيابة ولا التحقيق، وفي منهم خذوا أحكام، أنا متابع الحقيقة أحكامهم. لذلك بدأنا نلاحظ
انخفاض هذه الحالات بشكل ملحوظ، ويعني تمر علينا الأسابيع ما في عندنا انتحال صبة رجال المباحث، وهذا الحمد لله من خلال التعاون اللي مع الأجهزة الأخرى. احنا ما نشتغل بروحنا، احنا معانا إدارة العامة للنجدة، إدارة نجدة الفرعونية، عندنا إدارة العامة مديرية أمن الفرعونية من خلال نقاط التفتيش اللي يسوونها. ففي خطط احنا كل بين فترة وفترة نسويها، والحملات الأمنية اللي نقوم فيها هي مو هدفها بس الوقوف على ظاهرة معينة اكتشفناها ان في ناس مخالفين موجودين في القطعة الفلانية، فلازم احنا نقوم يعني ننسق مع اخواننا في مديرية أمن الفرعونية. طبعا قام سيد مدير إدارة مباحث الفرعونية العقيد نايف الحساوي بعمل فرقة وقائية ليلية للحد من السرقات بجميع أنحاء محافظة الفرعونية. فلمسنا حنا كرؤساء أقسام المحافظة أن نزلت قضايا السرقات بشكل ملحوظ، وتم ضبط متهمين أغروا لنا بارتكاب العديد من قضايا السرقات، وتم ضبط أيضا المطلوبين والمخالفين لقانون الإقامة. طبعا بالسابق كانت هذه الجريمة منتشرة بشكل واسع في مختلف مناطق دولة الكويت، ومثل ما قلنا قبل شوي في الأماكن التي يكثر فيها الوافدين، لكن من خلال تكثيف التحريات والانتشار الأمني على مختلف المناطق في دولة الكويت، تمكننا طبعا من ضبط الأشخاص وكل من تسول له نفسه القيام بارتكاب مثل هذه الواقعة، كما تم توعية الوافد. والدليل على ذلك تعرضنا نحن لبعض المواقف مع الوافدين اللي تعرض بالسابق لمثل هذه الواقعة بعدم إعطائنا أي إثبات إلا بعد ما يتم تزويده بمعلومات تثبت انتسابنا لرجال الأمن. رسالتي الأخيرة طبعا اللي أحب أوصلها كمسؤول عن محافظة الفرعونية، أمثل قطاع الأمن الجنائي دار العام بحث الجنائي، أن أصحاب الشركات والكفلاء المسؤولين عن يعني العمالة اللي عندهم أن ينورونهم بهذه الحلقات اللي تقومون فيها. حقيقة هذه حلقات مفيدة جدا، وننورهم أن مو كل شخص يستوقفك تعطي إثباتك، إذا أعطيت إثباتك ما تعطي محفظتك، لأن هذا إحنا ما نقوم فيها، الإجراء هذا ما نقوم فيه. إحنا ممكن نسوي استيقاف لهدف معين، لكن ما نطلب المحفظة ولا نطلب جهاز التلفون إلا في قضايا معينة تكون. أما في الاستيقافات اللي في الشارع الليلية والنهارية هذا ما نطلب أصلا المحفظة ولا نسمح أصلا فيها، يعني التعليمات اللي عندنا واضحة للقوة. فلذلك الشخص هذا اللي ينتحل المزيف يقوم يعني ياخذ يطلب المحفظة ويطلع ما فيها من النقود ويطلع ياخذ أجهزة النقالة. فهذا نطلب من أصحاب الشركات والكفلاء ينورون العمالة لديهم أن يعني يكون حريصين، وإذا هذا يأخذون رقم اللوحة بشكل صحيح ويأخذون الأوصاف ينقلونها، لأن في معاناة يعني تكون في البلاغ الأولي عند الانتقال، يكون المعلومات ضئيلة، خذ رقم اللوحة بشكل خاطئ، نوع السيارة ما يكون يعرفها. فالحقيقة يعني يكون يبذل جهد كبير على ما الواحد يوصل حق النتيجة الصحيحة. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد هذا التقرير وشفنا دور الإدارة العامة للبحث الجنائية في مكافحة هذه الجريمة، وهي جريمة انتحال صفة رجال الأمن. والآن فقرتنا القادمة راح تكون فقرة بالقانون، راح نتعرف على دور رجال القانون في تكييف هذه الجريمة. تابعونا. أنا ودي اليوم أتكلم وياكم عن فعل، هالفعل هذا مجرم قانونا، ألا وهو انتحال الصفة أو الشخصية. الفعل هذا الأمانة يستهدف شريحة معينة في المجتمع، أو بالأصح هو يستهدف ثلاث شرائح معينة. الشريحة الأولى وغالبا ما تكون هي شريحة المقيمين، الشريحة الثانية هي المراهقين والنساء، والشريحة الثالثة ومتواجدة للأسف وبكثرة هالأيام هي شريحة طالبي
الغنى أو الثراء السريع. أمانة المشرع الكويتي كان صارم في موضوع انتحال الشخصية، لذلك في المادة 281 كان صارم جدا في العقوبة، تصل عقوبة منتحل الشخصية في المادة إلى السجن 5 سنوات، وهو كل شخص ينتحل شخصية شخص آخر حق له بموجب وصية أو حكم قضائي الاستيلاء على مال الغير واستولى عليه فعلا، هذا يعاقب في 5 سنوات سجن. أما في المادة 82 فهي مادة تصل فيها العقوبة إلى 7 سنوات، كل من انتحل شخصية آخر وأقر بالتزام أو بسند أمام المحكمة أو أمام هيئة أو أمام شخص قانوني يسجن 7 سنوات، وهي أنا أشوفها عقوبة صارمة، عقوبة رادعة أمانة لمنتحل الشخصية في هذا الخصوص. في النهاية أنا ودي أوجه نصيحة لإخواني المقيمين والمواطنين على حد سواء في موضوع انتحال الشخصية واللي كثر أمانة في الآونة الأخيرة. كثر في الآونة الأخيرة ظهور منتحل الشخصية بداية لأحد أساليب الإقناع، إنه يكون لابس باجة معينة، الباجة هذه شعار وزارة من وزارات الدولة. ما في أي مشكلة إنك تطلب هويته أيا كان منتحل الشخصية، لأن بناء على هالهوية هذه تعرف إنه هل هو منتحل شخصية فعلا أو هو صاحب الشخصية الأصيل، وبناء عليه أنت تقدر تتابع وياه ما هو مطلوب يعني. أعزائي المشاهدين، رحب فيكم. فقرتنا لهذا الأسبوع في العين الساهرة راح تكون مع رجال أمن الحدود البرية، راح نتعرف على جهود اللي يقومون فيها أخوانكم وأبنائكم رجال الحدود البرية، تابعوا معنا. السلام عليكم، أنا العريف محمد شريدة والعريف مشعل سالم، مهمتنا حماية الحدود الشمالية، حياكم الله معانا تشوفون طبيعة عملنا. طبيعة عملي في برج المراقبة الحدودي، نعمل على مدار الساعة لمراقبة حدودنا البرية وتأمينها من خلال إخوانكم رجال من الحدود، وذلك لحفظ من البلاد والسهر على سلامة شعبه. أحوال تم رصد جسم غريب على مهمة 2 كيلو 7، يرجى التأكد من الأمر. استلمت؟ جيد استلمت. دورية واحد. جيد يا دورية واحد، وجه دورية على مهمة 2 كيلو 7، تم رصد جسم غريب. استلمت؟ جيد صار معلوم. دورية اثنين كمين. جيد وجه الدورية على مهمة 2 كيلو 7، تم رصد جسم غريب. استلمت؟ جيد استلمت، رضيك من العافية. جيد يا عمليات، تم رصد جسم غريب على مهمة 2 كيلو 7 وتم توجيه الدوريات. استلمت؟ نحن الرجال عهدنا لله في طول الزمن.
جيد، تم التعامل مع الحدث ولا شيء يذكر. جيد استلمت. جيد صار معلوم. جيد جيد صار معلوم استلمت. مثل ما شفتوا معانا، هذه طبيعة عملنا في برج المراقبة كعين ساهرة على حدود هذا الوطن. نحن رجال الأمن، في عيوننا يبغى الوطن. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، وشفنا مع بعض دور رجال الأمن وخاصة في الإدارة العامة للبحث الجنائية في التصدي لهذه القضية، وهي قضية انتحار صفة رجال الأمن. والنصيحة أنه نوجهها لإخواننا المواطنين والمقيمين من خلال برنامجنا ومن خلال وزارة الداخلية، التأكد من صفة رجل الأمن اللي يكون باللباس المدني، طلب هويته، وهذا حق لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية برنامجنا، نلتقي معاكم في الأسبوع القادم. لكم من أجمل تحية ومع السلامة.